مشروع توسعة وتطوير طريق الملك فهد بمدينة الدمام. اعتمدت فكرة المشروع على توسعة الطريق من 30 متراً إلى 120 متراً لرفع الطاقة الاستيعابية للطريق ليضاهي أشهر الطرق العالمية، والاهتمام بالعنصر البشري، حيث تم تصميم كباري علوية مكيفة للمشاة لتسهيل انتقال المشاة لجانبي الطريق، واستخدم الزجاج في تكوين الكوبري ليعطي استمرارية بصرية من داخله، واستخدام السلالم المتحركة لسهولة انتقال المشاة. وتم إدخال وسائل نقل حديثة كمترو الأنفاق تتوافق مع متطلبات النمو المستقبلي للمدينة، ليتمم النهضة المتنامية لمدينة الدمام والمدن والمحافظات حولها. ولسهولة حركة المركبات عند التقاطعات، تم عمل كباري علوية، وذلك لزيادة معدلات السيولة المرورية في الطريق وتقليل الحوادث عند التقاطعات، وللحفاظ على شخصية الشارع وعلاماته المميزة، تم تطوير استاد الدمام والمنطقة المحيطة به ليكون من أكبر التجمعات الرياضية بالمنطقة، وذلك يتكامل مع أولويات واهتمامات أمانة المنطقة الشرقية بالشباب ولياقتهم البدنية. ولضمان سهولة التدفق المروري، قد تم إضافة وتطوير الكباري العلوية على طول الطريق، والتي تتضمن استمرارية حركة الشارع دون أي معوقات. واعتمدت الفكرة التصميمية للكباري على مراعاة الاشتراطات المرورية العالمية، والتي تصب في مصلحة قائد السيارات للحصول على أعلى درجات الأمان والمتعة البصرية. كما تم إضافة بعض الأنشطة التجارية في بعض المناطق، منها منطقة الأبراج والمنطقة السكنية وبعض المحلات التجارية التي يمكن استخدامها كاستثمارات للبلدية. وتتويجاً لاهتمامنا في الحصول على بيئة نظيفة خالية من التلوث، تم تصميم مناطق خضراء على جانبي الطريق، وهي بمثابة المتنفس البيئي والطبيعي لوسط المدينة. وبهذا يكون هذا المشروع أحد شواهد النهضة في وطننا الغالي، في ظل صانع النهضة الحديثة في الوطن الملك عبد الله بن عبد العزيز رعاه الله.